عيد ميلاد نشيط بعد 4 أيام وأنا أريد أن أفاجئه باحتفال في مكان يحبه جدا. كسلان، أين المكان؟ على الشاطئ. أحب مكان بالنسبة له هو الشاطئ. سنقوم بترتيباتنا بسرية تامة وسيكون الاحتفال قبل عيده بيوم كي لا يشك بشيء. لقد أعجبتني الفكرة كثيرا. نشيط شخص لطيف ونحن جميعا نحبه، وسنتقاسم المهام لإنجاح هذا الحفل يا أصدقاء. ولكن يجب أن نتفق منذ الآن على المهمة التي سيقوم بها كل منا. هذا أمر صحيح، فالأيام تمر بسرعة وسرعان ما يداهمنا الوقت. فليقترح كل منكم فكرة. أنا سأحضر البيتزا، أعرف أن نشيط يحبها. وأنا سوف أحضر قالب الحلوى، سأطلب أن يكون على شكل كرة فهو يحب كرة القدم. وأنا سأحضر المشروبات، عصير الأناناس. وأنا ماذا بقي لي؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أحضر المكسرات وأحضر كذلك الأطباق والكؤوس والمناديل والسجادة أيضا؟ أما أنا فلن أخبركم بما سأحضره، لكن متأكد من أنكم ستحبونه كثيرا. ما هو؟ سأجعله مفاجأة. لا، ستخبرنا به الآن يا رشيد. هيا تكلم، أخبرنا. لا، ولكنني لن أقول، لن أبوح بهذا أبدا. لماذا؟ هيا قل، بل ستقول الآن. هيا تكلم. حسنا، سأقول لكم. أفسح قليلا، طائرات ورقية. سأحضر لكل منا طائرة ورقية. فكرة جميلة، فكرة رائعة، سوف نتسلى كثيرا. رائع. وماذا عنك؟ أنت لم تقل لنا ماذا ستحضر يا كسلان، أخبرنا. ما سأحضره هو سر، لن أخبركم به أبدا. اسمعوني جيدا، سوف تكون مفاجأة لن تروها إلا يوم الاحتفال. وافهموا جيدا، لا تحاولوا أن تضغطوا علي، فلن أخبركم على الإطلاق. إنها مفاجأة، إنها مفاجأة كبيرة جدا، سمعتم؟ ها؟ مفاجأة. أريد قالب حلوى على شكل كرة قدم لو سمحت. لكن كيف نمت إلى هذا الوقت؟ لم يبق للموعد مع الأصدقاء سوى نصف ساعة. لا، أمي هل تسمعينني؟ لا أجد شريط الطابعة. نعم أجل، هذا كسلان متأخر كالعادة. كسلان، إنه أمامك، إنه إلى جانب الطابعة يا بني. عذرا، متأسفة. ما هذا البطء؟ أسرعي أسرعي. يلزمني الآن كيس، أين أجده؟ أهلا يا خالد، ها أنا آت الآن. على الطريق، 5 دقائق وأكون عندكم. انظروا، لقد أتى كسلان. لما تأخرت يا كسلان؟ حضوره في الموعد المحدد هو الذي يدعو إلى التساؤل. كنت ما علينا، أريني المفاجأة التي أعددتها لنشيط. هيا أرنا هذه المفاجأة.
ستعجبكم كثيرا. لقد طبعت صورا لنشيط منذ كان طفلا رضيعا حتى اليوم، وصوره معنا في أماكن ومناسبات متعددة. انظروا جيدا. يا للهول، أنا لا أصدق، الكيس مثقوب. أخبروني ماذا أفعل، أنا لا أصدق، لقد ضاعت الصور. كيف يا رشيد؟ هون عليك يا كسلان، لقد أفسدت الاحتفال، أفسدت كل شيء. أردت مفاجأة نشيط ورؤية السعادة على وجهه بينما يشاهد صوره. الصور ضاعت ولن تستطيع استعادتها، لذا لنفكر في شيء يسعد نشيط. لا، لن أفكر في شيء آخر. أليس هذا نشيط؟ يبدو أنه قادم إلينا. بلى بلى، إنه نشيط، ولكن كيف عرف أننا هنا؟ من الذي أخبره يا ترى؟ لم أخبره شيئا. ولا أنا. وأنا لم أخبره أيضا. ولا أنا. ولا أنا. رشيد، متأكد؟ ولكن لماذا تخصني أنا بالسؤال؟ قلت إنني لم أخبره يا كسلان. أهلا نشيط، كيف عرفت أننا نحتفل بعيد ميلادك في هذا المكان هنا؟ كنت سأسألكم ماذا تفعلون؟ وكنا سنطلب منك المجيء عندما يجهز كل شيء. ألم تكن تعلم؟ ما الذي أتى بك إذا نشيط، وما هذا الذي في يدك؟ اسمع، تطبعت صوري فأوصلتني إلى هنا. وجدت صورة لي وأنا طفل، فانحنيت والتقطتها، وأنا أتساءل كيف وصلت صورتي إلى الشارع. نعم، وبعد أكمل. بعدها رأيت صورة ثانية ثم صورة ثالثة. وبعد؟ فألغيت مشواري وتبعت الصور فوصلت إلى هنا. ولكن هذا معقول يا نشيط؟ ولكن ما قصة هذه الصور؟ أخبروني، هل تخفون أمرا ما علي؟ أحببت أن أفاجئك في عيد ميلادك، فطبعت لك هذه الصور، لكن الكيس الذي وضعتها فيه كان مثقوبا فتسربت كلها، وذلك على طول الطريق الذي سلكته. مبادرة لطيفة منك يا كسلان. حقيقة أنا أوافق وليد، مبادرة جميلة فعلا. مؤكد يا كسلان، لا شك في أن ما حدث قد أزعجك وأفسد مفاجأتك، إلا أن فكرة إسعاد أخيك وصلت، وهذا هو المهم في النهاية، أليس كذلك؟ شكرا يا كسلان لأنك أردت أن تسعدني، وقد أسعدتني فعلا. هذه أجمل مفاجأة. أنت وصلت إلى هنا بطريقة مبتكرة، وكأن كسلان ترك الصور على الأرض عمدا. أنت تساعدني دائما يا أخي، وأنا أحبك كثيرا. هيا لنبدأ احتفالنا. سنبدأ بالطائرات الورقية أولا. أسمى أنواع الخيول هي الخيول البنية. الخيول تكون الصحراء. أسمى أنواع الخيول هي السوداء والبنية، لأن شيخ زايد كان يركب عليها. وبحس أسود مشان إنه أنا بشوف كتير أفلام إنه من الشيخ زايد بيركب خيول سودة أو بنية، عشان بيكون يعني مش يعني بيكون يعرف إنه يسوي أشياء. أما في أبلات إذا ما كان في الصحراء، يعني هو مش بس لازم يكون في الصحراء، بس إنه بيكون بيعرف يسوي الأشياء أكثر، بيعرف يعيش لحاله. الخيول تتميز إنها سريعة جدا. ما هو أثمن أنواع الخيول في العالم؟ تعتبر الرياضة الفروسية وسباقات الخيل واحدة من أكثر الرياضات نبالة في العالم،
وتقام بطولات الفروسية في دول كثيرة من العالم، ويتابعها ملايين المعجبين. ويعتمد الفوز في أي سباق للخيول على مهارة الفارس وقوة الفرس. وكما لا يتشابه الفرسان في مهارتهم، كذلك الخيل. وللخيل أنواع عديدة، ولكن أكثرها تميزاً في العالم هو الحصان العربي الأصيل. من السهل التعرف على هذا الحصان بمجرد النظر إليه، فهو ممشوق القوام، صغير الرأس، وذو ذيل مرتفع مقارنة بالخيول الأخرى. ويعود السبب في غلاء ثمن هذا الحصان لرشاقته العالية، قوة تحمله، وسرعته الكبيرة، مما جعله من أقوى السلالات في السباقات. الخيل العربي الأصيل من أقدم سلالات الخيول في العالم. أول من روض الخيل العربي تاريخياً هم من بدوا في الصحراء العربية، فكانت رفيقهم في ترحالهم الدائم. وحتى اليوم يهتم العرب بالخيل كجزء من تراثهم وهويتهم، فيقدمون لها الرعاية الفائقة، أساسها علاقة من الاحترام المتبادل بين الفارس وفرسه. قرصت صديقتي وقالت لي إنها وايد تعور. لا تحاتين يا أمونة، أنا سيف البطل، بحميك من النحل، ما بخليه يقرص. هي يا بطل، وين ساير؟ أنا اليوم في إجازة.